مدرب كرول حب يشارك برشا الأظهرة والتوغل من إيهاب المباركي والهدف الثاني ممتاز الهدف الثاني والثنائية لهيثم الجويني قل تشريك الأظهرة نفس الوضعية شكون اللي مهد هو إيهاب المباركي بعد التوغل الأخير وهيثم الجويني هذه المرة ترجي يجد النجاعة شوفوا تمهيد من أحمد العكيشي إيهاب المباركي واللمسة الأخيرة وعملية ممتازة من جانب الترجي والكرة الأخيرة إذن